انت اتجننت في مخك؟ انت ما شفتش انت زقيته ازاي؟ ولا النظر اللي كان في عينيك؟ ده انا حسيت ان شويه شويه هتنزل علينا اغنيه لا تكذبي واحنا واقفين على ايه ده كله يعني. وسيلة انا ما شكتش فيك اللحظه، وبعدين كل ما في الموضوع انا بحبك وبغير عليك، وما اظنش ان غيرتي ديت يعني تضايقك. قلت لك مليون مره ان كلها خروجات شغل في شغل وبس. الله، شغل ايه يا ام شغل اللي انت بتتكلمي عليه ده؟ اللي فيه عزا وشموع وراس سلو. الله، بتقولي كلام يتعين. هقول ايه؟ ما هو اللي كان طول عمره صايع زي سعادتك بياخد كل حاجه عاديه بتفكير قذر، مع ان لو فكرت فيها هتلاقي ان من العادي جدا في مكان زي ده ان اي حد يعرض على اي حد يرقص معاه. ارتقي بقى يا بني ادم، احنا داخلين على المجتمع الراقي. يا ست ملعون قوي المجتمع الراقي اللي انت بتتكلمي عليه ده، وبعدين الصايع اللي انت بتتكلمي عليه ده بيبقى جوزك. الله. سيلا حبيبتي، انا اسف اذا كنت انفعلت عليكي انفعال كبير قدام الناس، بس انت برضو السبب، عشان انت لو كنت سمحتي ان انا اخرج معاكم للاول واشوف افاضع زي ده، يعني دماغي مكانتش هتودي وتجيب. وعايز اقولك كمان ان انا بثق فيكي ثقة عمياء، ثقة ملهاش حدود، ده مفيش منه كلام. بس بالنسبة لفايق فده راجل حقير، ومن رأيي ان هو عمل اللي عليه وزيادة كده. الف شكر على كده، يمشي بقى، ما نخسرش بعض عشان واحد شغال عندنا. بقولك يا ادهم، انا فايق ده من غيره في شغلي ألوص، مش هستغنى عنه لأي سبب مهما كان. أوهامك بقى ومشاكلك النفسية عيش فيها مع نفسك، مع نفسك خالص.